بسم الله الرحمن الرحيم. لغة فرنسية سنة أولى إعدادي. نستأنف مع الصفحة رقم 60. لو فوكابيلير دو ليماج. المقصود ب أنسومبل دي مو دي لونغ دون سيونس. إذا نتكلم عن مجموعة كلمات، مجموعة مفردات، لغة أو علم. إذا مجموعة كلمات أو مجموعة مفردات تخص لغة أو تخص علما. إذن هذه المجموعة ديال المفردات تسمى فوكابيلير. كلمة فوكابيلير ممكن أن تعني أيضا الرصيد اللغوي عند شخص. إذن نتكلم عن مجموعة كلمات أو مجموعة مفردات يتملكها شخص ما. نتكلم هنا عن الرصيد اللغوي. نقول مثلا comment enrichir votre vocabulaire، كيف لك أن تغني رصيدك اللغوي. طبعا كما قلنا عندنا le vocabulaire de l'image. إذن كما لو نتكلم عن مجموعة مفردات، مجموعة كلمات تخص الصورة objective. عندنا أهداف، ما هي أهداف هذه الفقرة؟ إذن من ضمن أهداف الفقرة كما نرى acquérir le lexique de l'image. إذن acquérir المقصود به أنك تملك أو تشتري. طبعا هنا المقصود به أنك تملك le lexique. طبعا le lexique تقريبا مثل لو فوكابيلير، تعني مجموعة مفردات لغة أو مجموعة مفردات منجد. لو ليكسيك المقصود بمجموعة مفردات لغة أو مجموعة مفردات منجد. كلمة ليكسيك تتعني مجموعة الكلمات ديال واحد اللغة أو مجموعة كلمات ديال ديكسيونير تسمى ليكسيك. إذن عندنا هنا acquérir le lexique de l'image، يعني أنك تمتلك مفردات. acquérir le lexique de l'image يعني أنك تمتلك مفردات خاصة بالصورة. أيضا عندنا من ضمن أهداف هذه الفقرة سينيسي على ليكتور دو ليماج. سينيسي على ليكتور دو ليماج يعني أنك تبدأ، بمعنى آخر أنك تأخذ بداية، يعني أنك تأخذ بداية على ليكتور في قراءة ماذا؟ دو ليماج، قراءة الصورة. يعني أنك غتعلم كيفاش تبدأ تقرأ صورة. سينيسيي à la lecture de l'image. Observons et lisons la planche de la page 60. إذن فلنلاحظ ونقرأ اللوحة. طبعا نقصد لوحة الصور. إذن عندنا في الصورة الأولى كما نلاحظ مي سودان. ولكن فجأة. سودان المقصود بها فجأة. المقصود أن الأمور كانت تسير بشكل ما معتاد مثلا وفجأة. مسودا ولكن فجأة كخاك كما نلاحظ. إذن هاد كخاك التي نرى هنا التي تدل على أن الحبل قطع. إذن طبعا هاد كخاك هي كلمة نكتب ولا تعني شيئا، فقط أنها تقلد صوتا، مثلا صوت اصطدام أو صوت تكسير أو كما عندنا هنا صوت تقطع الحبل كما عندنا هنا. إذن يحدث صوتا. إذن هذا الصوت نعبر عنه بكلمة طبعا تقلد هذا الصوت. إذن هاد الكتابة خاصة في الكتابة على الرسوم. إذن هاد الكتابة تسمى لونوماتوبي. إذن إن أونوماتوبي المقصود بها مو كإيميت أنصون. إن أونوماتوبي المقصود بها مو كإيميت أنصون. إذن نتكلم عن كلمة تقلد صوتا. لو فيرب إيميتي المقصود به قلد. مو كإيميت أنصون كلمة تقلد صوتا. Les onomatopées constituent le bruitage de la bande dessinée. Les onomatopées نتكلم عن مجموعة كلمات بهذا الشكل، مثلا بوم، مثلا نكتب بي ثم مجموعة أو ثم أم، بوم مثلا. طبعا هناك كلمات أخرى تعبر عن أصوات أخرى تحدث مثلا. إذن هذه الكلمات التي نسميها les onomatopées constituent يعني أنها تشكل le bruitage، يعني أنها تشكل الصوت de la bande dessinée. le bruitage المقصود بها المؤثرات الصوتية. de la bande dessinée إذا نتكلم عن الشريط المرسوم. طبعا اللوحة التي عندنا كمال نتكلم عن شريط مرسوم la bande dessinée. إذا le bruitage المقصود به هي المؤثرات الصوتية de la bande dessinée. إذن كما قلنا مسودة ولكن فجأة كخاك.
إذن هناك صوت تقطع الحبل، إذن عبرنا عنه بهد الكلمة. إذن كلمة كخاك تسمى أونوماتوبي. سيغ لا دوزيام إيماج أوي لونوماتوبي، أوي لونوماتوبي. سيغ لا دوزيام إيماج إسكو فو بوفي مو مونتخي أوي لونوماتوبي. على الصورة الثانية أين هي الكلمة التي تقلد صوتا يحدث؟ أين هي الكلمة التي تقلد صوتا يحدث فجأة مثلا؟ إذن طبعا هي كلمة بلوف، هي كلمة بلوف. كما نرى عندما يسقط الإنسان في الماء فهو يحدث صوتا كهذا. إذن هذه الكلمة هي تقلد صوتا نسمعه، إذن اللي هو بلوف. شخص ما يسقط في الماء فيحدث هذا الصوت، إذن طبعا سنعبر عنه بهذا الكتابة بلوف. أما هاد كما نرى، إذن هذه تسمى انترجيكسيون. انترجيكسيون، إذن نتكلم عن انترجيكسيون، إذن نتكلم عن كلمة طبعا تصدر من شخص ما وليست من شيء ما، على عكس لونوماتوبي. نتكلم هنا عن انترجيكسيون اكسبريمون لو رير او لا تيرور. كما لو نتكلم عن أداة تعجب تعبر عن الضحك أو عن الخوف. في حالتنا هنا نتكلم عن أداة تعبر عن الخوف. إذن هذه سيت اون انترجيكسيون اكسبريمون لو رير او لا تيرور. إذن كما نرى بأن هذا الشخص الذي كان يقبض على حبل، طبعا عندما تقطع الحبل قال ثم أنه سقط على الماء فسمع صوت بلوف. إذا ماذا قال الشخص الذي يقابله؟ أو مون ديو مسيو سيريوز دون لا نوي دي 24 مارس 1865. إذا في ليلة 24 مارس 1865 سينكوم فاني دو فير نوفراج، خمسة رجال يعني أنهم فعلوا كما لو نقول غرقا. طبعا نوفراج كلمة لها معنيين. عموما كلمة نوفراج أنها ترتبط في الغالب بغرق السفن. إذا نتكلم عن المعنى الأول المقصود بغوين كومبليت، غوين كومبليت. إذا نتكلم عن دمار كامل، إذا هذا المعنى الأول لكلمة نفخاج. ثم كلمة نفخاج لها معنى آخر اللي هو كما قلنا الأكثر استعمالا، لو في دو كولي اون بارلون دان نافير. لو في دو كولي، إذا هي عملية الغرق إلى أعماق المياه. لو في دو كولي، إذا المقصود بعملية غرق اون بارلون دان نافير عندما نتكلم عن باخرة. أما في معنى آخر ممكن أن كلمة كولي ممكن أن تعني يجري، مثلا ماء يجري. إذن غوين كومبليت أو بيان لو في دو كولي اون بارلون دان نافير. طبعا هذا المقصود بكلمة نوفخاج. طبعا المعنى الذي عندنا هنا هو المعنى الثاني. طبعا كلمة نوفخاج هنا لا تتعلق بالباخرة لكنها تتعلق بأمرين يشبه أحداث البواخر. إذن يتعلق الأمر بغرق على البحر. دون لا نوي دو 24 مارس 1865 سينكوم فاني دو فير نوفراج، إذن خمسة رجال قبل قليل فعلوا كما لو نقول غرقا. سور اون كوت ديزيرت، على شاطئ صحراوي. سور اون كوت ديزيرت، إذن على شاطئ صحراوي. أسي مايل دو لوغ بي، أسي مايل دو لوغ بي، على ستة أميال من بلدهم، يعني على بعد ستة أميال من بلدهم. دون لانوي دي 24 مارس 1865 سينكوم فاني دو فير نوفراج سور اون كوت ديزيرت أسي مايل دو لوغ بي. في ليلة 24 مارس 1865 خمسة رجال قبل قليل كما لو نقول فيني، فوني دو فير. طبعا عندنا لو فير فوني يأتي أمام فعل آخر ليقول لنا بأن هذا الفعل حصل قبل قليل. إذن سينكوم فوني دو فير نوفراج، إذن نتكلم هنا عن خمسة رجال فعلوا غرقا كما لو نقول قبل قليل. سور اون كوت ديزيرت، على شاطئ صحراوي. لو ديزير المقصود به هو الصحراء. أسيمايل دو لوغ بي، على ستة أميال من بلدهم، على بعد ستة أميال من بلدهم. في أسفل الصورة كما نرى عندنا لو 5 أفريل، في 5 أبريل، ريشمون طومبي أو ما دي نورديست. إذن ريشمون طومبي، ريشمون تسقط. أو ما
يعني في أيدي دي نورديست في أيدي الشماليين إي لا كوز دو لينيتي دو لا ريبوبليك أمريكان تريومفي وقضية وحدة الجمهورية الأمريكية ربحت. طبعا لو فيرب تريومفي المقصود به ربح أو فاز. إذا نتكلم هنا عن قضية وحدة الجمهورية الأمريكية بأنها فازت. طبعا فازت بسقوط هذه المنطقة في أيدي الشماليين. طبعا هنا نتحدث عن لا غير دو سيسيسيون أو غير سيفيل، حرب انقسام أو حرب مدنية. إذا هي عمليات الانفصال عن مجموعة، المقصود بها هنا انشقاق أو انفصال. إذا عندما نقول غير دو سيسيسيون المقصود بها كمان نقول حرب انشقاق أو حرب انفصال، نسميها غير دو سيسيسيون أو غير سيفيل بما معناه حرب آلية. entre 1861 et 1865 يعني في التاريخ الذي عندنا هنا، طبعا حيث سقطت المنطقة. بين هالتاريخين طبعا وقعت حرب أهلية أمريكية بين الشماليين والجنوبيين، كما نرى في الصورة بأن قضية الوحدة الأمريكية انتصرت طبعا بسقوط هاد المنطقة. إذن كما نلاحظ بأن خلاصة هذا الكلام قضية الوحدة الأمريكية انتصرت بسقوط هذه المنطقة بيد الشماليين. المقصود هنا بأن لو لم تسقط هذه المنطقة لبقي النزاع مستمرا ولما توحدت الجمهورية الأمريكية. نعود لقصتنا فالصورة الأخيرة تونديكو لوراغون، طبعا لوراغون المقصود به هو الإعصار. تونديكو لوراغون رمبورتي لو بالون لي نوفراجي دولار longer la côte sur plus d'un demi-mile. Tandis que l'ouragan remportait le ballon, les naufragés de l'air longeaient la côte sur plus d'un demi-mile à la recherche de l'ingénieur et du fidèle Top qu'il avait rejoint dans sa chute. Et de نتكلم هنا عن في حين أن الإعصار حمل البالون، tandis que l'ouragan remportait le ballon, في حين أن الإعصار حمل البالون، لي نوفراجي دو لير لونجي الأشخاص كانوا على متن بالون وعندما وجدوا أنفسهم وسط الإعصار طبعا فكروا في قطع الحبال طبعا حتى لا يحملهم الإعصار، ثم أن الإعصار أخذ المنطاد. إذن توندي كو لوراغون رمبورتي لو بالون، في حين أن الإعصار حمل البالون، لي نوفراجي دو لير longer la côte sur plus d'un demi-mile. طبعا لي نوفراج المقصود به الاشخاص الخمسه الذين حصل لهم هاد لو نوفراج. لو نوفراج كما قلنا بانه غرق سفينه في المياه، اذا يسمى لو نوفراج. طبعا هنا كما نتكلم عن غرق ولكن دولار دولار، طبعا لاغ المقصود به هو الفضاء او الريح. اذا طبعا كما نتكلم عن غرق الفضاء، طبعا نتكلم هنا عن لو فيرب لونجي المقصود به تمشي على طول مكان معين. اذا هنا لي نوفراجي دولار لونجي لا كوت، اذا كما نتكلم عن غرق الفضاء لانهم سقطوا من الفضاء الى الماء، لونجي لا كوت كما نتكلم بانهم قطعوا الشاطئ، المقصود انهم تمشوا لمسافه على الشاطئ. سور بلوس دان دومي ميل على أكثر من نصف ميل، يعني أنهم تمشوا لأكثر من نصف ميل. على غوشيخش في البحث، على غوشيخش في البحث دو لانجينيور، في البحث عن الشخص الخامس أدي فيدال توب. طبعا فيدال المقصود به الوافي، الوافي توب. إذن هم يتمشون على طول الشاطئ للبحث عن المهندس أدي فيدال توب وعلى الوافي توب. إذا المقصود أنهم يبحثون عن المهندس وعن الكلب توب كيلا غيغوجوا الذي التحق به دون ساشيت، الذي التحق به عند سقوطه كيلا غيغوجوا دون ساشيت الذي التحق به في سقوطه. إذا كما نرى في الصورة مسيو سميد، إذا طبعا عندما رأوه صرخوا كلهم السيد سميد، المقصود أنهم وجدوه. نستكمل في الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.